شو بكي؟ وش وجعها؟ أخي يا نادية أنا بدوم لما بشوف القلب لك بجنن بياخذ حقك. دخيل عقلك أنا. بحياة الله مو ظريف. ظريف؟ بس قولي لي أنت يعني ما شلقتي حدا إلا شوي، شو بك يا بنت؟ تقلي شوي. وليش لقيت قلب؟ مشان شو؟ لك دخيلك إذا بدي أعمل حركات التقل ما رح ينتبه لي بين هالمية معجبة. ها؟ أنت هون؟ عفوا خالي بس كنت عم بحكي مع موضوع صغير. اطلعي عم استناك على الأكل يلا. يلا بشوفك. لك شو بكي؟ هلا كنتي منيحة؟ كنت واقفة مع ميادة عم بحكي. طلعت أمها بتنادي لها، مدري شو صار لها، تضايقت كثير، كأنه شايفت لها شي شوفة. الظاهر الوقفة معي صارت تهمة. لا شو هالحكي؟ أم أمير ما بتفكر هيك. وليش أنت شو؟ مو أنت كمان بدك نهلة تقطع علاقتها بوائل؟ هدنك عندهم مرة فلتانة بالبيت. نحن عنا هيك شي ببيتنا؟ بعدين شو بكي؟ فايتة قابة على البشر كلها، مو عاجبك العجب؟